راهم يعيشوا استاذ ما بغيتش انا لي جون جوار هذو يعيشوا يعيشوا الحقره كما عشناها حنايا سكي سي باسي سي كو الانصار كانوا يعني غضبانين على الفريق على ما حد ما يحدث للفريق جاوا استاذ داروا لو ميكونتونتمون تاعهم كما نقولوا حنا بلغوا هذاك الغضب تاعهم اللاعبين آه اوتوماتيكمون ما قدروش يستديري سيبيس هذيك لا بريسيون آه غادروا الفندق بصح مدوا وعد باش يجيو اليوم في المقابله وكانوا عند الوعد تاعهم جاوا اليوم لعبوا استاد اللي كونفوكي جاوا لعبوا اليوم المقابله مي نقول ونعاود هذا الاحداث وكل اوتوماتيكمون سي لو كوميول تاع لي بروبليم اللي بداهم الحراش من بدايه الموسم حتى لهنا كاين شي ناس ما بغاوش الحراش يقولوا ناسيونالين مي هما تجي انت تلعب كونتر ايكيب ما كان اللي واقف معاك ما كان والو زيد دو بينارتي لاربيتيف اللي كيما يحب ديجا تشوفوا <applause> ريزومي بياسه دوك تشوفوا يا يعني ياكلوا الجيفه كيفاش نحن انت انت تجي في الليل يطردوا لك دو جوار اللي ب... جوار تاعك انت تاو. اللي لي... كابيتان للزوج كيفاش هذه كيش تسرى يقول لا ما تلعبش صافي يدير ما بقينا باغينا نربحوا ما كناش طحنا اوفيسيال البارح اضرب كيفاش دير كيما كنا باينه اثر علينا تخرج في الليل مولوتيل اللوتيل ديكونسونطري روحك ديكونسونطري صحابك ما جاياش كي دايره هذه لا لا جينا نوطي البارح قالوا لنا ما كاش نوطي لنا حنا اليوم بعدا قال لك ندخلوا على الربعه ولا على البنيه لا البنيه ندخلوا مع باش صرا انا يعني كنت في الدار بعد اليوم صباح كاين تعيطوا طولي قالوا لي جيب كابتك وروح باش تلعبوا سينيور جي ما كاش ما ما, مكاش ما كاش على بالي ما كاش على بالي قبل اللي حلعت لقيت صاحبي قال لي يعني انا هبطوا هبطنا جيت من 11 وانا لهنايا من حداش وانا لهنا استنينا استنينا دوك يجوا دوك يجوا قال لك كونفلي بانوني في ريستورون ما جاوش شي خدا ليكيب كيب دخلنا نلعبوا بلي زي سبور نص لي زي سبور ونص هذوك يعطيهم الصحه اللي جاوا شغل ما سمحوش في ليكيب بون الحمد لله كيما شفتوا لي جوار داروا عليهم امنوا بحظوظهم حتى الدقيقه الاخرى لعبنا بين دي جوار سينيور و سبور جو بناتي كو بيناتي تروازيام تروازيام بيت البيناتي ما كاش خلوها للشعب هو يحكم الحمد لله كملنا العام هذا بشرف ان شاء الله انا واش نقول لهم نقول لهم ما يسمحوش في هذا فهاد فارق كبير لازم يعاودوا يدموا ولادهم ويشوفوا كشي يديروا باش العام الجاي يعاودوا يطلعوها بالخف ان شاء الله <applause> والله الحمد لله رب العالمين يعني نقيم المباراه ما نقدرش نقيمها فنيا لان عده عوامل ناقصه فوق الميدان والتركيز راكم شفتوه ناقصين عده اخطاء يعني اللي كلفتنا اهداف وهما داروا اخطاء اللي باش سجلنا عليهم اهداف انا على العموم اليوم ثلاث نقاط هما اللي مهمين جدا مهما الاداء اللي كان متوسط واحيانا كان تحت المتوسط سيفري هاد لي 3 بوين وين راح يعاونونا بزاف في <applause> لافونير ما يخفالش بلي إحنا كانت عندنا علينا بريسيون بريسيون بزاف وين في اللي تحت اللي يلعبوا معنا في البوديوم في لي ماتش افونسي كاع ربحوا كيما النهد كيما كيما ليسمون الحمد لله هاد لي 3 بوين سي سي من ذهب حنايا حنا على بالنا بلي كانت تحت تكون مقابله صعيبه في لا سيتياسيون تاع الحراش وين كانت ان بو ديليكا وين هما جاوا يلعبوا لوتو بور لوتو وين سون با اونتريني دورون توت لا توت لا وين جاوا جاوا ديريكت الماتش ونكريون بوكو دو بروبليم حنا بروميير ميتو عرفنا كيفاش نسجلوا لي دو بوت مالوريزمون اون با اون با سي لي غاردي وما عرفوا كيفاش يغاليزيونا الحمد لله لا ديال جاتنا بينالتي عرفنا كيفاش نماركيوها ودوكا يفو بليسيو ماتش فو بريباري الماتش تاع ال ان شاء الله سي فري الماتش كان صعيب سورتو كي عاد داك لا دا ماتش كلو تلعب مع ايكيب تلعب تلعب على السقوط سما صعيبه دخلنا حنا في الماتش دخلنا مليح مونطالمون كنا مليح دخلنا مليح سجلنا سجلنا ماركينا هدفين في الشوط الاول من بعد شغل تراخينا شويه درنا اخطاء في الدفاع ماركونا الهدف الاول هما قلصوا النتيجه سما زادوا شغل حنا صعبنا على روحنا الماتش دوزيام ايطون ثاني دخلنا دخلنا مليح في الماتش دخلنا في المليح حتى من بعد صارت غلطه كالي زاونا و احنا كملنا الكل حكم مازال الوقت كان مازال حتى 20 دقيقه حنا كملنا افون حتى نزل جاتنا ضربه جزاء الحمد لله ماركينا الهدف الثالث وحنا ليسونسيال باغ وفو مون افونير انا النهار الاول جيت مهمه سادير جي سيني ان كونترا دون اني اي دمي اون افي ان بروجي لو بروجي ا كور تيرم سي دو سوفي ليكيب دو لا ريليغاسيون اي لو لو بروجي ا موان تيرم سي دو بريباري لا سيزون الجايه دركا اوني اون الجيري من اون اوروب عندي ان كونترا تاع نص عام ونص مي انا مستعد انا مانيش انسان تاع تاع منازعات وتاع مشاكل لا ديسيزيون روفيان للاداره وانا كل التسهيلات كل التسهيلات راح نعطيها للاداره ما عندي حتى مشكل ما نروح معاهم للمنازعات ما نقولهم سلكوني على عام ونص ما نقول لهم سلكوني بغاو يستدير يقوموا وقالوا راني هنا بغاو قال بقى بالسلامه بالعافيه بالسلامه بالعافيه وجو ريغريت با ليكسبيريونس هذه تاع تاع الحراش باسكو عرفت فيها رجال عرفت فيها انصار يعني انصار فريمون اوفيه للفريق تاعهم